اسمي سفيان الصمادي، عمري 20 سنة، ممثل مسرح. الممثل هو بني آدم عادي زي أي إنسان ثاني، نظرته يمكن للحياة بتختلف، نظرته للأشياء وللناس بتختلف. هو حدا بتقمص شخصيات الناس أو بتقمص أشياء من الدنيا، مش شرط من الناس، بس بستوحي منهم لأدوار لشخصيات عم بلعبها. هو حدا تقدر تحكي مرات بخلق شخصيات. لم يعد جسدي جنتي ولم تعد ذاتي تأوي إلي لم تعد ذاتي تأوي إلي وإذا كانت بلا كينونة مفرغة من يقين وإيمان لا هاي مش حلوة، تاخذيهاش. تمثيل موهبة أو مهارة مكتسبة؟ هلا التمثيل بتقسم لقسمين بالناس، في ناس انولدوا بالفطرة ممثلين، وفي ناس هي مهارة مكتسبة، اجتهدوا على نفسهم لصارت عندهم المهارة هاي بشكل تقني أكثر أو تكنيكي أكثر. لم تقولي حين يبتسم المخيم تعبس المدن الكبيرة. هلا الناس بالعادة بتفكر الممثل، أو خلينا نحكي النسبة العظمى اللي بشوفهم أو اللي بقابلهم، بفكروا الممثل هو حدا بيحفظ النص أو بيحفظ الدور وبيعمله مرة بطريقة وهو زعلان، ومرة بطريقة وهو معصب وخلص. ما بيعرفوا اللي ما قبل، ما وراء الكواليس وما بعد العمل، إيش فيصير بهذا الإنسان، وقد إيه الجهد اللي بيتطلب منه عشان يقدر يطلع بهاي الصورة اللي هو طلع فيها. يا رفيق، يتساقط جنود الاحتلال كما المطر. يا رفيق قم يا رفيق قم، سقط جنود الاحتلال. للمعلومة، الممثل بتدرب 24 ساعة من يوم. هلا الممثل بتعامل مع كل إشي موجود بطريقة تمثيل، بصحى من النوم بيمثل، بياخذ حالة وبقوم من النوم، بيمشي بيغسل، بيعمل حالة هو قاعد بغسل، برد بيروح عند المراية بيتفرج على حاله في المراية بيعمل حالة تانية. من أصعب الوظائف في العالم، إذا كانت تحت مسمى وظيفة فهي كثير صعبة، كثير ممثلين بالعالم لو بتلاحظي لما تحضري لهم أدوارهم بتحسيهم مختلفين في كل مرة، بس مثلاً هذا الإنسان دائماً بيلعب الشرير، أو هذا الإنسان دائماً بكون كوميديان. في ناس بيختصوا خلص بيخلوا اختصاص لإلهم بالإشي. تمثيل هو فن وما بندرج تحت مسمى وظيفة، بس بالنهاية ممكن نحول هذا الفن لوظيفة، لمصدر رزق، عشان يقدر هذا الإنسان عم بيضل في عنده استمرارية للموهبة تبعته. لأي حد ممكن تضلها معي الشخصية اللي تقمصتها في دور معين بحياتي الطبيعية. هلأ انت لما ناخذ الشخصية ونبلش نشتغل عليها ونحط الصفات تبعتها، سواء الصفات الخارجية أو الصفات الداخلية، ممكن صفة من الصفات أو أكثر من صفة يعجبونا. بعد ما لعبت الدور، جزء من الشخصية ضل متمسك جواتي وما عرفت كيف أخلص منه. لازم شوي يكون الواحد عنده اطلاع بعلم النفس أو كيف ممكن يتخلص من الأمور هاي، الاضطرابات النفسية اللي ممكن يواجهها الممثل وكيف ممكن يتخلص منها. هلا أول شيء، الممثل لما يلعب أي دور ويتقمص أي شخصية بيلعب على النفسية الداخلية، اللي هو متطلبات أو صفات الشخصية الداخلية. ممكن يكون في إلها أمراض نفسية معينة، عندها مخاوف، عندها تدني في الصحة النفسية، ما بعرف شو ممكن يكون عندها أي شخصية حسب كل دور واحتياجاته لهذا الكاركتر. ممكن انه يأثر الاشي على النفسية الخاصة في الممثل نفسه. ف
ممكن في منهم بيروحوا على دكاترة نفسيين بعد كل دور وبتعالج. في كثير ممثلين وصلتهم الاضطرابات النفسية لحد الانتحار أو القتل. فمثلاً في هيث ليدجر من الممثلين العظيمين في العالم، بعد لعبه لدور الجوكر بباتمان بفترة زمنية معينة انتحر. هلأ ما بنعرف قديه صحة إنه هل هو انتحر بسبب هذا الإشي ولا انتحر بإشي ثاني، ما بنعرف، بس هو كمثال ممكن ينطرح. في قصة ثانية سمعتها من أحد المخرجين اللي اشتغلت معاهم، حدا بممثلين القدام لعب شخصية الخير مرة، فكان عم بتعامل مع كل إشي بطريقة كثير حلوة ومؤدبة. فمثلا لو كان معاه كاسة قهوة كان عم بمسكها شوي شوي وعم بحطها شوي شوي لأنه خايف عليها. فوصل لمرحلة إنه ما في حدا زيه، هو مختلف عن كل الناس، فكر حاله آلهة، فقتل حاله عشان يشوف شو في ليفل بعدين، لوين راح يوصل بعدين. أنا فوق البشر، أنا عظيم، هيك كان يفكر حاله. خلصنا الفيلم، خلصنا الفيلم، خلصناه.